السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نعمل تقاطع طرق في برنامج Open Routes Conception Station. فهقول له هنا ان انا عايز ارد ارسم طرق روت اهوت. هدوس رايت كليك عشان اخرج، وبيبدأ يقول لي اختار الخصائص بتاعتك. طيب هقول له انا عايز ارسم روت اخر اهو، مثلا من هنا ليه هنا. طيب عايز اخلي بقى في زي مثلا علاقة بينهم، او اخلي في دوار هنا مثلا، او في انترسكشن. هقول له مثلا دوار، فاقول له ده مع دوت، وادوس رايت كليك، يبدأ ينفذ لي الدوار بتاعي بالشكل دوت. طيب انا مش عايز دوار، ممكن اعمل تراجع واقول له اعمل لي انترسكشن بين ده وده، فيبدأ يعمله لي بالشكل دوت. رايت كليك، يبدأ ينفذه لي بالشكل دوت. ممكن تبدأ تشوف مثلا عايز تعمل ديفايد روت، عايز تعمل رامب، كل الحاجات دي تقدر تختارها وتبدأ تحطها، فهو يبدأ يربط بين العناصر بعضها وبعض. ممكن هنا تقول له انا عايز اعمل تانل، او عايز اعمل بريدج مثلا كوبري، تيجي تختار مثلا مكان معين زي كده، تبدأ تختار الطريق مثلا من هنا لهنا، هو يبدأ يعمل لك الكوبري بالشكل دوت. تقدر تلف الكوبري اهوت. طبعا تقدر تعمل سيلكت للعنصر وتبدأ تغير الارتفاع بتاعه. برضه انت تعمل سيلكت، يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته والشكل بتاعه، وتقدر تعدل زي ما انت عايز.